أهلا بكم من جديد. مثير في كل شيء، حتى في ابتسامته الساخرة التي يرسلها أحيانا أو يرسمها أحيانا للمدافعين والحكام والجماهير. قالوا أنه انتهى ومضى زمانه، لكنه عاد بنصف لياقة ونصف لاعب غير جاهز وأتعب الخصوم، فكيف إذا اكتمل؟ يونس محمود خلف لاعب بمنتخب ومنتخب قلما يقهر بوجوده. ومن عمان هناك في الأردن يلتحق بنا الدولي العراقي كابتن منتخب العراق يونس محمود، لاعب أهلي جدة السعودي حاليا. يونس أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. كابتن، أولا هنيك على المستوى الجميل اللي قدمته بقيادة المنتخب العراقي أمام السعودية في أول أيام عيد الأضحى. إن شاء الله في نوفمبر مباراة الجاية تقدم نفس المستوى، سو كل اللي تبيه وتنفرد بالحارس بس لا تسجل، نفس الشيء. ها بدايه اهلا وسهلا بك بالتال وبجميع مشاهدين قناه العربيه. اهلا بك. ليش مو في جده يونس الى الان؟ ليش ما رجعت؟ والله لحد الان انا موجود في الاردن، يمكن كان عندي اجازه من المدرب لان انا واللاعبين الدوليين في نادي الاهلي اخذنا اجازه، يعني المدرب اعطانا اجازه وان شاء الله انا عن قريب ملتحق للنادي. بس الاجازه خلصت وانت لسه ما رجعت والدوليين رجعوا؟ والله ادا انتظر الفيزا مالتي على مود الفيزا بس. طيب عندك صاير يعني في مشاكل في عودتك ولا بس اجراءات قانونيه لانه في اجازه عيد اضحى في السعوديه وما في دوائر حكوميه؟ لا اعتقد الامر الكل يعرف انه كان هناك الحج وكان الاجراءات شويه كانت الدوائر اكثريتها مقفله لان كان الاهتمام بالحج والحجاج. اعتقد الان الدوائر انفتحت وان شاء الله الفيزا تصلنا هاليومين. جميل. طيب في الفتره هذه اللي انت قاعد فيها في عمان تتدرب ولا مريح؟ ما في تمرين؟ لا اتمرن اكيد، انا ما صار لي 4 ايام ما خلصت المباراه، يعني 5 ايام 6 ايام، لكن جاي اتمرن هنا اكيد، يعني الحفاظ على اللياقه بس، يعني فشيء بسيط. جميل. كيف شفت السعوديه والعراق المباراه الماضيه؟ والله كانت مباراه قمه من كل النواحي، لكن اعتقد كان الخلل بها هو اعتقد الحكم، يعني كان مباراه اكبر من حجم الحكم اللي كان موجود بالمباراه، لان الكل يعرف انه مباراه السعوديه دائما ترتقي للمستوى أن يكون هناك في المباراه له هدف او يكون تعادل، لان اعتقد مباراه خليجيه تكون قمه. يمكن الفريق السعودي
حقق بها 3 نقاط. احنا ما توفقنا بهاي المباراة، بعض اللاعبين لم يكن في يومهم، واعتقد هي كرة القدم روح وخسارة، فاكيد يعني انه النتيجة تكون اذا راحت للسعودية ما معناته انه فشيء كبير راح، لا بالعكس، يعني الفريق السعودي ايضا فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوى عالي، توفقوا بالمباراة، احنا ما توفقنا، ان شاء الله رب العالمين نتمنى نتوفق بالمباراة القادمة. كنت تلعب في المباراة يونس أمام 3 من زملائك في الأهلي، منصور الحربي، كامل الموسى، أسامة عوساوي، هذا ساعدك ولا ساعدهم أكثر؟ لا أنت شفت المباراة، يمكن الفرص الأكثر كانت للمنتخب العراقي قبل لا يجي الهدف السعودي، يعني كانت المباراة كلها كانت توحي للمنتخب العراقي، لكن أعتقد نقطة التحول هي صارت بعد الهدف اللي اعتقد كان مشكوك بصحته، بعدها انتقلت المباراه لانه اللاعبين كان هناك حماس قوي انه يجيبون التعادل، وصار اندفاع بكميه كبيره من اللاعبين، وشفته اكثر اخر شيء كان المنتخب السعودي اعتمد على المرتدات وكان يقدر يحصل على اكثر من هدف، يعني لان اعتقد احنا جازفنا بالهجوم، يمكن الهدف الثاني الشمراني هو اللي اثر على المباراه خلانا يعني نفقد المباراة. جميل. يونس شفت فرق كبير بين المنتخب السعودي اللي لعبت معه قبل 5 أيام وبين اللي لعبت معه قبل 6 أشهر في البحرين في كأس الخليج؟ كانت نفس النتيجة هناك ولكن للعراق، وهو قبل 5 أيام نفس النتيجة 2-0 ولكن للسعودية. في فرق كبير بين المنتخب السعودي هناك وهنا؟ والله بتال ما اخفيك سر، يعني اعتقد بالخليجي كان المنتخب السعودي يعني بين قوسين كان هم الافضل يعني ببطولة الخليج، يعني كان الفريق يعني مقدم مستوى، لكن اعتقد احنا توفقنا بكرتين وكلتين كانن ثابتات وسجلنا هدفين وفزنا المباراة، لكن هاي المباراة اعتقد كان المنتخب العراقي هو بادي بالمباراة ومسيطر على المباراة كليا يعني، لكن اعتقد الهدف هو اللي الهدف العكس اللي صار علينا هو أثر على المباراة، وحصلوا على فرصتين سجلوا من هدفين، يمكن يعني بعض الفرص اجتهم لكن اعتقد كانت الفرص الاخطر انه بس يعني ما توفقنا بها. جميل. يونس محمود والدوري السعودي الان انت لاعب اهلي جدة بعقد مؤقت، رغم ان بدايتك تشير انك ربما ستستمر الى نهاية الموسم في السعودية، انت كيف شايف يونس في الدوري السعودي بعد الجولات اللي لعبتها؟ كيف شايف عطائك؟ طبعا بتال اكيد هو العطاء ما ينحسب عن اللاعب، اللاعب عليه انه يقدم ما عنده، اعتقد التقييم يجي من خلال اولا المدرب، بعدين الاداره، من بعدها الجمهور، من بعدها الاعلام، هاي كلها عوامل مرتبطه، اللاعب عليه انه يؤدي داخل الملعب، نعم هناك مساله في كره القدم يمكن اكثر الرياضيين فاهمين هي التوفيق وعدم التوفيق. يمكن انت شفت حتى في مباراه المنتخب العراقي كانت الفرصه الاولى انه الانفراده اللي اعتقد ما توفقت بها، قلبت الموازين صار هدف عكسي علينا، وايضا في مباراتنا مع النهضة يمكن في أول لمسة سجلت هدف ومن بعدها سجلت هدف، كانت المباراة راح أن مباراة الاتحاد ومباراة الهلال يعني كنا فريق المسيطر على المباراة، اجتنا أكثر من فرصة لكن يمكن لم يحالفنا الحظ بتسجيل الأهداف، لكن أنك داخل الملعب أنك تقدم لحد دقيقة 90 أعتقد هذا شيء جيد، لكن الأهداف تجي هي من حالة توفيق، يمكن يجي المهاجم في فترة هو ما متوفق، لكن الحمد لله والشكر الأهم بالموضوع أنه أنا لحد الآن الجمهور والإدارة حتى إدارة نادي الأهلي والمدرب يعني أنه الناس فرحانين على الأداء اللي دا قدمه، نعم الأهداف تجي وإن شاء الله تجي، يعني تعرف أنت يحتاج لها صبر وتوفيق بنفس الوقت، إن شاء الله يعني الأيام القادمة وباقي المباريات أكيد راح يكون هناك نهضة لهذا الموضوع، لأن أعتقد إحنا ناقصنا فقط التسجيل، وإن شاء الله رب العالمين بالأيام القادمة، مع العلم أنه نادي الأهلي لم يخسر يعني بالمباراة، حتى مباراة الهلال والاتحاد كنا إحنا الأقوى لم نخسر، لكننا فقدنا أنه ما سجلنا وفقدنا نقاط، إن شاء الله نعوضها بالأيام القادمة. نعم. يونس ما استعجلت على نفسك شوي أنك لعبت وأنت مجاهز؟ يعني هالكلام طلع بالذات بعد مباراة الهلال، لأنك أضعت فرص هي كور يونس محمود، يعني الكرة السريعة اللي انت تكملها بلمسة في المرمى دائما، أضعت أكثر من 3 كور كانت أهداف، فالناس قالت أنه يونس لاعب مو جاهز، والأهلي استعجلوا عليه وهو استعجل على نفسه أيضا، إيش رأيك؟
طبعا اكيد الكل يعرف بهذا الموضوع، لكن هي مو عذر. يعني مباراه النهضه انا ما كنت جاهز ايضا، وسجلت هدفين وصنعت هدف وكنت اقدر اسجل اكثر من هدف، لكن قلت لك بتال الموضوع به هو التوفيق وعدم التوفيق. يمكن المباراه الهلال انا لعبتها للدقيقه 90 93 يمكن 94 لعبت المباراة كاملة ولحد الدقيقة الأخيرة. نعم أنك ما تمتلك اللياقة اللي نقول عليها 100%، لكن أعتقد أنك كملت المباراة بقوة كاملة، وأيضا مباراة الاتحاد. لكن قلت لك هو المشكلة بالموضوع هو التوفيق، يعني مو فقط يونس محمود، يعني شفنا البصاص بالانفراد اللي انفرد بيها، أسامة اللي بالرأس كرتين، يعني تجينا فرص عدة، لكن يبقى هي التوفيق. ولا هي أكثر لاعب، يعني مثلا لعبة النهضة، أنا من لعبة النهضة أنا ما كان عندي ذيك اللياقة، لكن المدرب حكى وياي وقلت له لا ألعب لك المباراة من البداية. بعد ما أطمئن على النتيجة أجلسني المدرب، يعني خاف علي من الإصابة وهذا، لكن قلت لك هي بالموضوع هو التوفيق. جميل. كيف شفت الدوري السعودي؟ كنت تتابعه مع الشاشة، تتابعه من بعد عن طريق أصدقائك اللاعبين، لكن اليوم أنت في ملاعب الدوري السعودي، كيف شفتها؟ طبعا الدوري السعودي دوري ممتع، لان يمتلك كل المقومات النجاح بالنسبه للاعب المحترف وحتى اللاعب السعودي. هناك جماهير محبه وعاشقه للفريق، هذا ينطيك دافع معنوي. هناك اعلام كبير مسلط على الدوري وايضا على اللاعبين، فاعتقد كل الامور توحي انك تخليك انك تبدع. والكل يعرف انا صرحت اول ما اجاني العقد قبلت بي ان لازم اروح العب بالدوري السعودي، حتى لا باكر عقبه يعني بالسي في مال يونس محمود انه يقولون يونس ما لعب بالدوري السعودي، انه كان انا رحت للدوري السعودي اني اثبت نفسي، وان شاء الله الايام القادمه اثبت لهم من هو يونس محمود. جميل. يونس، شو الجديد اللي ما شفته في اي دوري ثاني في السعوديه؟ يعني بالنسبه لك لعبت في قطر، لعبت في العراق، كان لك تجربه اعتقد اوروبيه ايضا في الامارات، لعبت كان لك تجربه اوروبيه ما كملتها بعد اولمبياد اثينا لما لمع نجمك كشاب في ذيك الفتره. يعني شو الجديد عليك في الدوري السعودي؟ الرتم بالنسبه لك، رتم المباريات هو نفس اللي انت تعودت عليه؟ لا بتال هناك، يعني انا اكثر من مره يعني اصدقائي يحكون وياي انه انا لعبت 3 مباريات فقط للدوري السعودي. دائما تعرف الناس تحب تسال على هاي المواضيع، فاعتقد الفرق بالدوري السعودي هناك يعني اللاعبين اعتقد يساعدوك عكس بعض، يعني ساعدنا بالامارات وفي قطر. يعني المحترف لازم يسوي كل شيء يسوي بالمباراة، لازم يعني هو يصنع ويقول، يعني تقريبا العاتق الكبير يقع على المحترف. لكن اللي فاجأني بالدوري السعودي انه حتى اللاعب المواطن هو بقيمة المحترف اذا ما كان احسن من المحترف. ويمكن هذا الشيء الكل تشهد به، يعني مو فقط انه يونس محمود يقول هذا الشيء. فاعتقد هناك امكانيه انك تلعب وتساعد، يعني ما يكون عليك الضغط اللي نقول عليه 100% يكون ضغط عليك، لان اعتقد هناك لاعبين ايضا لهم امكانياتهم ولهم بروزهم بدوريهم، وخاصه الدوري السعودي الكل يعرف عليه دوري ممتع، يعني ديربيات كثير بيها، جماهير يعني محبه للانديتها وتكون مسانده في كل مكان. هذا يحسس اللاعب ان عليه مسؤوليه، يعني انه لازم يهتم بيها، وهذا اشوفه يعني بالدوري السعودي. واعتقد الدوري السعودي ممتع، وانا عندي معلومات عليه من خلال نشأته وقصي، يعني اعتقد عندنا معلومات على هذا الشيء، وحبيت اني اعترف بالسعوديه. لكن تعرف انت العقد هو اللي تاخر وليس يونس محمود هو تاخر الحضور للدوري السعودي. يعني الحمد لله على كل شيء، جاني العقد الان مع نادي الاهلي، وان شاء الله مع نادي الاهلي يعني ان شاء الله القادم يكون افضل، لان اعتقد اني مستمتع صراحه باللعب مع خاصه مع الاهلي السعودي. جميل. يونس، انت استغربت الاتصالات اللي جتك قبل مباراه الاتحاد من جمهور الاهلي والتحفيز يعني شيء وصل لدرجه الازعاج مطالباتهم لك، مثل هالجو سوالك شحن نفسي عكسي ولا ايجابي؟
بتال اكو شغله يعني اعتقد الكل ما يعرفه، يعني الناس تاخذ من خلال الاعلام فقط. طبعا انا اللي مستغربه انه انا اكثر الجماهير هي تخابرني اذا كانت جماهير هلاليه، النصر، الاتحاد، جماهير الهلال، الاهلي، يعني كل الجماهير هناك، خاصة يعني انه من زمان يعني الناس تتصل بي، يعني صراحة حتى ما اعرف منين يجيبون الرقم، انه كانوا يتمنون احضر للدوري السعودي، لكن تعرف انت هذا الامر مو بيدك، يعني لازم يكون هناك عقد رسمي. وهذا الان جيت للسعودية مع الاهلي، الان انا خصم للفريق النصر او الهلال او الاتحاد او صحيح. باقي الفرق بس يبدو ان عندنا مشكله في الصوت بيننا وبين كابتن يونس محمود اللي هو لاعب نادي اهلي جده قائد المنتخب العراقي. كنا نتحدث معه عن مباراه المنتخب السعودي الاخيره، فتحنا معه ملفاتها ايضا مع في تعاقده او احترافه مع النادي الاهلي السعودي. سنحاول العوده له. زملاء يبدو حتى الان الصوت مضابط من عمان من هناك، راح نرجع له بس بعد هذه الوقفة. أيضا في هذه الوقفة الجزائري المثير الذكري لن يتطور المنتخب السعودي ولاعبوه يسهرون الليلة وينامون النهار.